بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهو